تسديدة واحدة لصالح ليدز، وهذا يؤكد تفوق رجال المدرب هيكن بوتوم اللي يخلف بوتوم فريق متأخر بهدفين. وعن اللمسة الأخيرة أنا ما أعتقد هذا، أعتقد أن لاعبين خط الوسط في فريق ليدز واجباتهم سيأتي الإمداد. هنا محاولة لفريق ليدز، برافو، تحضير على أعلى مستوى وممكن يحطها في الجول. الله، مطالبة بضربة جزاء ويحطها. يونايتد إذا أراد أن يقلب النتيجة 3-2 الوقت يجري. هنا محاولة ودخول وتقدم وانفراد، ولكن يتأخر، سبق الكرة اللاعب الوقت لي. ركلة ثابتة لمصلحة فريق بريستول. حكم المباراة سايمون هوبر